فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل غني وعنده إخوة عاطلون عن العمل وهو يعطيهم من زكاة ماله، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هم أولى بزكاته إذا كانوا أقارب ومحتاجين، فالزكاة عليهم عن فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. نعم. إنما الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه من الأقارب هو الوالد لولده أو الولد لوالده، هذا ممنوع، عمودة النسب ما يدفع زكاته لأحدهما، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، ما يجعل الزكاة واقية بماله، يجب عليه أن ينفق على والده إذا كان محتاجا، ولا يقول أعطيه الزكاة تكفي. أو كذلك العكس، ولده محتاج يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم.